وكأن بهم يسابقون الريح نحو غزوة. من بعيد يطل الفرسان على وقع الرصاص وعلى مقربة من المضمار، يتباهون بجمال الخيول العربية الأصيلة والرداء البدوي التقليدي. هذا المهرجان مهم للمقيم لأنه راح يقدر يجي ويتعرف على ثقافة الصحراء بشكل على طول مباشر، بيشوف خيامنا، بيشوف محلاتنا، بيشوف لعبنا، بيشوف أكلنا، بيشوف كل شيء يعني عندنا. مهرجان سفاري بقيق، رقصات الأجداد، العرضة والدح في أجواء تعبق بالموسيقى الشعبية التي تعود بالناس إلى عصور من الماضي وتضج بالحياة في الحاضر. شد الجمهور ويطالبون بإعادة الفقرات باستمرار. كوننا في من مجتمع قبلي وبدوي، الجميع كلهم متألفين على الناحية. حراك شعبي ثقافي سنوي يتيح لزواره نافذة على التقاليد القديمة، يحتفي بتراث الصحراء وتقاليد الأرض الخليجية قاطبةً.